بس في ناس عندها فن الخناق، يعني في ذكاء في التعامل في الخناقات. ممكن ناس تتخانق مع بعض وفي طرف من الطرفين ما يغلطش نفسه خالص ويطلع من الخناقه دي هو اللي قلب الترابيزه على اللي قدامه حتى لو هو اللي غلطان. ممكن يبقى في هات وخد وفي خناق وفي مناقشه ما بين الاثنين. حلو قوي ان الاثنين يتخانقوا لان ده طبيعي. انا دايما بشوف ان الخناقات هي مؤشر صحي للعلاقات، لان لو اتنين ما بيتخانقوش مع بعض وطول الوقت عايشين في عسل كده والحياه حلوه جدا ما بينهم، انا بحس ان ده تمثيل، لان كل واحد لازم يطلع طبيعته في الخناقه. في ناس بتقول طبعا في ناس بتقول عايز تعرف طبيعه وشخصيه الشخص اللي قدامك اتخانق معاه، دب مع خناقه، دب خناقه مع خطيبك. احنا لا بص، ورانا هتبوظ علاقاتكم كل جوازاتكم وخطيباتكم كل هي تقصد. لا ما تسمعوش كلامها طبعا. لا يا جماعه اسمعوا كلامي، عايزه تعرفي الشخص اللي قدامك ده كويس امتى ولا وحش امتى، تدبي معاه خناقه في اول العلاقه. وده ان يدل يا هادي، وده ان يدل فيدل عن البنات بتحب النكد، مش احسن ما تاكل الخناقات وبتهور في عيشتنا. ما هو ده حقيقه، هو ده ظاهر وواقع قدامنا. ايوه. طب لو يا نوران لو حصل كده في اول العلاقه ما بينهم وبين بعض، هو هيسيب عليها ولا هي باقي عليها يشوف بعض؟ خلاص يبقى هو بقى عرف، هي عرفت طبيعته الموضوع من هو الاول. لا هو الموضوع مش كده، هو قلب الترابيزه زي ما احنا بنتكلم كده على الموضوع ده. انت اللي بتقلبوا الترابيزه، احنا برضو انت مصممه. لا رجاله اللي بتقلب الترابيزه. خد يا عم الجزئيه دي عشان تعيب. خلينا واقعيين، احنا ما بنقلبش ترابيزه ولا حاجه، بس في الخناقات هي بتبقى فن فعلا. يعني في حد يعرف ان هو يتخانق ويبهدل اللي قدام ويبدا الخناقه صح، وفي الاخر ما تعرفيش تغلطيه، وفي الاخر يخليك انت، عشان هو ما غلطش في الخناقه، وفي الاخر يخليك انت اللي تيجي تعتذري له. ده بيبقى فنان بقى. في ناس متخصصه في ده. طبعا اكيد انتوا كلكم في حياتكم شخص من الاشخاص اللي بيتخانق معاكم وما يبينش ان هو غلطان ويخليكوا تعتذروا له في الاخر، ويبقى هو اللي غلطان ويطلع اللي قدامه هو اللي غلطان، ويحس اللي قدامه ان هو يا عيني ايه ده، يحس بالذنب انه غلط وانه بيتاسف فعلا وبيعتذر. عشان كده انا بقول لكم اي حد هيتخانق يفضل على موقفه، يثبت على موقفه، اوعوا تتراجعوا، اوعوا يا بنات تتراجعوا. اسمعوا مني، ما تصدقوهاش، ما تسمعوش كلام فاروق وعامر، هتروحوا. الحياه يا جماعه مش زي العسل، ومش كلها حلوه. الحياة مش زي الأفلام زي ما بنشوفها، كل الناس بتحب بعض ومفيش خناقات، لا الحياة فيها حاجات حلوة وفيها حاجات وحشة، بنتبسط كتير جدا وبنتخانق برضو كتير جدا، ولولا الخناقات دي ما كناش هنعرف إيه اللي بيضايق الطرف التاني مننا. يعني أنا علشان بالظبط لازم أعرف اللي... لا بس مش خناقات، خناقات خناقات اللي هو إيه، أنا مثلا أنت عملتي حركة ضايقتني، فهقفش شويه اقول لك على فكره الحركه دي ضايقتني، لو ما قلتها لكيش وقتها بخزن، وقتها هخزن صح. فالموضوع هيتراكم، فبعد كده هتعمل مشكله كبيره، ممكن بعد كده ايه ما نعرفش بعض تاني، يبقى انفجاريه بقى، يبقى على اقل حاجه. لكن يبقى الخناقات مؤشر صحي لاي علاقه بالظبط.